للمزيد من المتابعة حول أعمال اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، ينضم إلينا من مقر المجلس بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري إلى هناك رامي محمد. رامي، دعنا في تفاصيل أكثر لليوم الثالث لعمل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وأيضا أبرز ما جاء من مناقشات بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين. تحياتي لك ولكل متابعينا. ما زالت حتى اللحظة انعقاد للجلسة الخاصة باللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة والسياسات الخاصة بعدد من الوزراء الحاضرين بالفعل خلال هذه الجلسة الخامسة في اليوم الثالث على التوالي من خلال هذه الجلسات المستمرة حتى الاثنين المقبل. نتحدث عن حضور لعدد من الوزراء، منهم التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، وكان هناك نقاش كبير وموسع حول عدد من البرامج والسياسات التي سوف تتبعها هذه الوزارات خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات أمام هذه الوزارات. وأيضا كان لكل من الوزراء ما لا يقل عن 20 دقيقة لطرح هذا البرنامج، وأيضا هناك عدد من النواب قاموا بالمناقشات والاستفسارات المختلفة. ومن خلال حوار وأكثر من لقاء لي مع عدد من رؤساء اللجان وأيضا أعضاء مجلس النواب، وكان منهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحدث أنه طرح من خلال عدد من النقاشات خلال هذه الجلسة أن هناك برنامج كبير وتفاؤل كبير لهذا البرنامج الذي سوف تتبعه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الإدارة المحلية وأيضا التنمية المحلية والإسكان. لكن يبقى على أرض الواقع، يبقى الآليات التنفيذ، وأيضا يبقى أن يكون لهذا البرنامج الروح في التأثير على المواطنين بشكل ملموس من خلال عدد من الملفات. هذا هو عن البرنامج الذي جاءت به الوزراء اليوم من خلال هذه الجلسة، وأيضا تعقيب كبير لعدد من النواب من خلال رؤساء الكتل النيابية وأيضا رؤساء اللجان الحزبية وأيضا رؤساء لعدد من اللجان الفرعية داخل مجلس النواب. وتستمر حتى اللحظة اللجنة في انعقادها حول عدد من الملفات، منها ملف التنمية المحلية والإسكان وأيضا المجتمعات العمرانية والمرافق. هذا عن مشهد اليوم، لكن لم تتم يعني لم يؤخذ في الاعتبار آليات التنفيذ بعد. ما زال هناك طرح لآليات التنفيذ من خلال لقائي مع عدد من النواب ومنهم النائب أحمد السجيني، تحدث أنه طرح ذلك، لابد أن يكون هناك آليات واسعة للتنفيذ وأن تكون مؤثرة وملموسة للمواطنين بالفعل على أرض الواقع من خلال هذا البرنامج. وهناك حالة من التفاؤل بين رؤساء اللجان وأيضا النواب الحاضرين لهذه الجلسات بأن ما يطرح من برامج وسياسات حول الحكومة الجديدة ربما تأتي بثمارها خلال الأيام المقبلة. مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. Yeah.